سيد الصادق، هنا مسألة المادة 102 ربما تكون مسألة مربكة إلى حد ما، يعني كل بيان هو يتحدث عن المادة 102، و102 مرتبطة بثلاث حالات كما هو معروف، إما العجز الوظيفي أو الوفاة أو الاستقالة. فما الفارق إذن بين خريطة الطريق التي قدمها القائد صالح قبل ذلك وبين البيان الأخير الذي تحدث فيه أيضا عن المادة 102؟ الفرق هنا كبير، لأن القائد الأركاني يتكلم عن المادة أيضا 7 واللي هي تقول السيادة للشعب. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشعب خرج للشارع ونزع منه السلطة ونزع منه الشرعية، فالرئيس بوتفليقة يراد له أو الجيش يريد مخرج آمن مشرف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن يبدو أن الذين سرقوا الختم الرئيس والذين يقررون باسم الرئيس لا يريدون خروجا مشرفا للرئيس، ولذلك الجيش هنا بوضوح يقول بأن أمن البلاد يأتي في المرتبة الأولى واستقرار أيضا المجتمع الجزائري يأتي في المرتبة الأولى، ولذلك تفعيل المادة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.